يعطيكم العافية طلابنا الغاليين على منصتنا الحبيبة جو أكاديمي. بدأنا اليوم إن شاء الله حصة جديدة، نكمل ما بدأنا في المرة الماضية. إذا بتذكر المرة الماضية كانت لازم عندكم مشتقة الضرب، اليوم مشتقة القسمة. بدي أعمل لكم لوح مرتب بلخص كل قواعد القسم الثلاثة، واللي بدرسه كأنه درس الباقي كامل. ومع هيك رح نحل أسئلة اليوم مع بعض إضافية. يلا نبلش يا جماعة. قاعدة القسمة تقسم إلى ثلاث قواعد فرعية، رح أمشي فيهم الآن بترتيبي الخاص، وبعدين نبلش نحل عليهم الثلاثة مع بعض. جاهزين؟ يا رب. القاعدة الأولى في القسم بتحكي أستاذي لما يكون عندك في البسط اقتران، وفي المقام يكون عندك ثابت أو رقم، ثابت أو إيش؟ أو رقم. القاعدة الثانية العكس، لما يكون عندك في البسط رقم أو ثابت والمقام عبارة عن اقتران. القاعدة الثالثة بتقول لك لما يكون عندك فوق اقتران، يعني إكساته يمه وتحت إكساته يمه، اقتران عمين اقتران. احفظ الثلاث قواعد، تحفظ قواعد تشتق بسهولة. يا إما اقتران على رقم، يا إما رقم على اقتران، يا إما اقتران على اقتران. نبلش مع بعض بالأولى. أي اقتران، يعني بالعربي إكسات، مقسوم على رقم، قاعدته بتحكي، طلع شو بحكيها، نشتق الاقتران ويبقى الرقم كما هو. يبقى الرقم كما إيش أستاذي؟ كما هو. كيف يعني؟ تفرج بيبي، لو قال لك في الامتحان F الإكس تساوي 3X تربيع ناقص 2X كلها على 5، هذا بقول له هذا اقتران على رقم قسمة. عطول باجي بقول له F فتح الإكس. ركزوا طلاب التفاعل المسجل، الآن بخلي الرقم المقام زي ما هو، ما بلمسه، بشتق بس البسط. اشتقوا البسط، 2 × 3 = 6 إكس ناقص 2X مشتقتها 2، ويعطيك 1000 cc. خلصت. سهل ولا صعب؟ بالله عليكم سهل ولا صعب؟ سهل سهل. كمان واحدة يلا. لو واحد قال لك F الX تساوي، أعطانا فوق أبو قوس، قال لك 2X زائد 1 قوي 3 كل على 7، هاي يا أستاذ عبارة عن رقم أو اقتران على رقم على القاعدة تاعتنا F فتح الX. يلا يا شباب يا حلوين، يبقى الرقم كما هو. طب والبسط كيف بشتقه؟ بشتقه لحاله. البسط مشتقة مين يا أستاذي؟ مشتقة أبو قوس. حلو، فالثلاثة بتنزل وبفتح جنبها قوسين، القوة بدل 3 شو بتصير؟ 2. ليش 2 قاعدة بتتحول لمتخلفة بتصير؟ هاي 2 يا زلمة. طيب بنزل القوس زي ما هو، 2X زائد 1، الآن بشتق اللي جوا القوس، شو بشتقت أستاذي؟ 2. بتحب تضرب الاثنين في الثلاث بيصير، بدك أحلك بصير 6، 2 × 3 = 6، 2X زائد 1 تربيع على قديش كل أستاذي؟ على 7. أمنتك بالله سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ لا والله مش فاجع معي، تعبان شوي استاذ، مرهق والله من المراكز والمدارس والاونلاين والطلاب، نختم نختم نختم، بختم تكرم، انت اللي راح تنضغط مش انا استاذي. اسمع الان، مش راضين يقتنعوا انه الماده كبيره، مش راضين يقتنعوا الماده قاعده بتتشلفق يا جماعه، ماده كبيره ضخمه، اتق الله في نفسك وفي استاذ، انتبه على اللوح. يلا الان نيجي على القاعده الثانيه، خليني اكتب كل قاعده بلون، شو رايكم ناخذ اسود؟ رقم على اقتران، هنا بتركز معي، رقم على اقتران بقول للطالب طب برفع الاقتران فوق، هذا اذا بنرفع، اذا ابو قوس ارفعه عادي، اذا رقم اقتران حد واحد ارفعه. بس استاذي اذا ما بنرفع، طلع قانونه بتعكس، اذا عكس اشارة الرقم. حلو، ضرب مشتقة المقام على المقام نفسه ولكنه تربيع. شوف الفرق بينها، هاي كان المقام نفسه بدون تربيع، هون المقام تربيع. طيب
نشوف استاذ، نشوف الان استاذ، يلا مع بعض ناخذ اقتران. هاي اف الاكس ليش هون كتبت؟ خلينا نستغل مساحه، هي المساحات اراضي ببلاش هي. ها اف الاكس تساوي، اشوف الشطرين، 3 على 2 اكس زائد 1. يلا نشتقه، هذا رقم على اقتران صح؟ نعم استاذ. يلا نبلش. اف فتح الاكس، شوف انا كيف حافظ، هاي بعملها هيك وبحط نفس المقام اول وبعمل له تربيع. الله عليك يا ابو الياسين. الان عكس إشارة الرقم، شو عكس إشارة الثلاث؟ سالب ثلاث. شو عكس إشارة الثلاث؟ سالب ثلاث. شكرا أستاذي. ضرب، بدل ما حط إشارة ضرب حط جنبه قوس عشان إذا أكثر من حد يتوزع. اشتقين المقام، شو مشتقة 2X؟ 2، والواحد شو مشتقتها؟ 0. لا نضرب سالب 3 في 2، إذن الجواب النهائي سالب 6 على 2X زائد 1 كلها قوة 2. الله عليك ما أسهلها. طب كمان واحدة أبو الياسين بالله عليك، أبشر يا تيمور. خليني بس أمسح هذول. شو هذول؟ قرف اللي يقرفكم، ولكم قرف اللي يقرفكم مش أنتوا هم. طيب يا بقول له إف الإكس أعطاني اقتران كالتالي، سالب 3 على إكس تكعيب ناقص إكس تربيع زائد إكس. يا باي ولا يا باي ولا عبالك، هذه مشتقة قسمة. من أي نوع؟ من نوع رقم على اقتران. أيوة بقول له تعال افتح الإكس، علمني يا أبو الياسين، شو مالك أنت يا ريال؟ بعمل هيك بأخذ نفس المقام إكس تكعيب ناقص إكس تربيع زائد إكس كلها بحطها إيش أستاذ احكولي؟ تربيع باور 2. الآن بعكس إشارة السالب 3 شو بتصير؟ 3. شو بتصير؟ 3. ممتازين. بفتح قوس يا إيمان وبشتق، يلا اشتقوا لي تحت. الإكس تكعيب 3 إكس تربيع ناقص إكس تربيع مشتقتها 2 إكس، والإكس شو مشتقتها؟ 1. طالب بقول لي بزبط أتركها زيك، بزبط، بس أنا بحب أفوتها على القوس. ويساوي، يلا وزع الثلاثة عليهم، 3 بثلاثة بتصير 9 إكس تربيع ناقص 3 باثنين 6 إكس زائد 3 بواحد، هاي الثاني بالثاني والثالثة بالثالثة، 3 بواحد 3 كلها على إكس تكعيب ناقص إكس تربيع زائد إكس. خلصنا يعطينا العافية، خلصنا يعطينا إيش العافية. طب أشوف أستاذ مين بسبقني في هاي، نجرب هاي مين بسبقني فيها. يلا لو قال لك اف الاكس، اشوف السريع، يساوي 1 على اكس، اشتق لي اياها بسرعه اشوف. يلا اسبقني، هاي رقم على اقتران او طالب بقول لي بطلع الاكس فوق. لا استخدم القاعده خلصني. يلا نسيت التربيع، بتقول لي اي تربيع نسيت؟ حقك علي، هاي كلها تربيع، حقك علي، نعم صح. يلا ممتاز ايمان، ممتاز والله، اخت الصلاحات رائعه ما شاء الله عليك استاذ، زي اخوها رائعه. في ناس خلصت، مين خلص؟ ايوه مين خلص يقول لي تم، مين خلص يقول لي تم. انا يلا روح اف الاكس نشتقها، اف فتح الاكس حلو يساوي، هذا رقم على اقتران او بطلع الاكس، عند اشتق رقم على اقتران المقام نفسه بس بحطه تربيع. عكس اشارة الواحد سالب واحد، ضرب مشتقة الاكس شو يا استاذي؟ ضرب واحد، بتصير سالب واحد بواحد سالب واحد على اكس تربيع. مين جوابه صح يفرجيني، مين جوابه صح يقول لي انا. ايوه